أزمات في حياة الفنان الراحل عزت العلايلي. واجه الفنان الراحل الكثير من الأزمات في حياته، كانت أبرزها وفاة والده في مرحلة عمرية مبكرة، الأمر الذي جعل أسرته تواجه ظروفا صعبة ودفعته للخروج للعمل لتدبير احتياجات شقيقته. عمل العلايلي في مهن كثيرة بحثا عن المال، ولكنه لم يتجاهل عشقه للفن وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1960 لإيمانه بأن الدراسة تدعم الموهبة. وفاة زوجته السيدة سناء الحديدي كانت من أبرز المصائب التي واجهها في حياته، فقد كشف عن شعوره بالوحدة والضياع بعد رحيل زوجته عام 2017 في أكثر من تصريح تلفزيوني، مؤكدا أنه يسمع صوتها في المنزل حينما ينهض من النوم. فرغم وفاتها إلا أنها لا تغيب عن البال، حتى أنه عجز عن وصفها بالكلمات وتوقف ملتقطا أنفاسه عدة مرات بالجملة الواحدة. تحدث عنها الفنان عزت العلايلي عندما كان ضيفا مع الفنانة إسعاد يونس، وروى مواقف عديدة من مشواره الفني والإنساني الطويل، وقال إن زوجته السيدة سناء الحديدي صاحبة فضل عليه في مشواره، مضيفا لولاها ما كنتش هبقى حاجة. وتأثر الفنان باكيا عند ذكر سيرتها، وعقب حديثه وقال: أنا مجيش فيها حاجة، الله يرحمها فظيعة ما فيهاش هزار، بسم الله ما شاء الله الله يرحمها، أعطتني الكثير، أنا ساعات بقوم وانام على صوتها كأنها لسه معايا. من أبشع الأزمات أيضا التي واجهها الفنان عزت العلايلي في حياته اتهامه بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية الشهير عام 1954، وعلى خلفية الحادث تم اعتقاله وسط عدد كبير من المشتبه فيهم، وتم الإفراج عنه بعد 21 يوما بالمعتقل. قال العلايلي في ذلك في أحد التصريحات الإعلامية: كنت مؤيدا لثورة يوليو عام 1952، وآمنت بكل مبادئها، وأحببت الزعيم جمال عبد الناصر، وكانت الدولة في كفاح ضد الإنجليز، وأحببت الانضمام لصفوف الفدائيين في القناة، فذهبت مع بعض زملائي وسجلنا أسماءنا عند محامي حتى نتمكن من السفر والانضمام للفدائيين. في الوقت ده حصلت حادثة المنشية سنة 1954، لما الإخوان حاولوا يغتالوا جمال عبد الناصر، وبعدها قبضوا على عدد من أعضاء الجماعة، واتضح إن المحامي اللي سجلنا أسامينا وعناوين عنده كان إخوانجي. يضحك العلايلي ويضيف: كان حظ غريب، وجم شالونا هيلا بيلا وقبضوا علينا، وفضلنا في الحبس 21 يوم، وجه خالد محي الدين خرجنا من السجن، واتعرفت في الفترة دي على عبد الرحمن الخميسي وحسن فؤاد، والفترة دي كانت السبب في تشكيل وعي السياسي. اختتم حديثه قائلا: لم أكره عبد الناصر بعد هذه الواقعة، لأني كنت آي جيدا أنه صاحب مشروع وطني، وكان طموحا قريبا من الشارع المصري، معتزا بمصريته، كما أنه أحدث نقلة كبيرة في تاريخ مصر، فيكفيه مجانية التعليم والمشروعات الضخمة، لهذا فأنا أؤمن به حتى الآن. من المواقف الصعبة أيضا التي واجهت الفنان الراحل عزت العلايلي منعه فيلمه مع ناهد شريف لاتهامه بالإباحية، فبالرغم من أدواره الرومانسية والشخصية الرصينة، قدم خلال مشواره فيلما عرف بجرأته بعنوان ذئاب لا تأكل اللحم، والذي تم تصويره في عام 1973، ولظهور البطلة ناهد الشريف في الفيلم تقريبا عارية تم منع عرضه وقتها، واعتبره البعض من الأفلام الإباحية. جمعت فنان عزت العلايلي علاقة طيبة مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ولكن الرئيس لم ينسى موقف حدث له مع الفنان الذي فارق عالمنا.
كشف الفنان عزت على ليلي عن الموقف الذي حدث بينه وبين الرئيس الراحل، وأوضح أن مبارك كان قد دعا إلى العشاء عندما التقى به في إحدى المناسبات الوطنية. وكشف الفنان الراحل أن تلك الدعوة صادفت مع وجوده خارج مصر، ما دفعه للاعتذار عن عدم الحضور، وهو لم يتجاوز حسني مبارك بسهولة. وعندما التقى مبارك بالعلايلي عاتبه لعدم تلبية دعوة العشاء. أوضح عزة العلايلي للرئيس الراحل أسباب عدم تلبيته للعزومة، ولكن الرئيس رد عليه وقال لن أنسى هذا الموقف. عن تفاصيل حياة والدها عزة العلايلي في الفترة الأخيرة، قالت والدتي توفت منذ 3 سنوات، كان بيحبوا بعض وكان روحه فيها، ولقيته في الفترة الأخيرة بيقول لي أمك على بالي بقالها فترة وحاسس بيها. كما صرح نجلو محمود وقال لم يكن والدي الحبيب يشتكي من أي أمراض، وصحته كانت على ما يرام، وجاءت وفاته مفاجأة دون أي أسباب. عن لحظاته الأخيرة قال لم أستطع الحديث إليه قبل وفاته، فقد توفى في سلام وهو نائم، وحاولنا إيقاظه صباحا بعدما لم يستيقظ في موعده المعتاد، وجدناه لا يتحرك، ولكن فوجئنا بأن النبض توقف ونفذ أمر الله. كما كشف أيضا عن أن الفنان عزت العلايلي لم يترك أي وصية، وقال نجل الراحل مفيش وصية أو حاجة معينة وصى بها، وشكر جميع من تواصلوا معه لتعزيته، وقال حب الناس وصلنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات اللي جات لنا، أبي رحل في سلام وهو مرتاح. انتهت مراسم دفن الفنان عزة العلايلي قبل قليل بمقابر العائلة بحضور عدد كبير من الفنانين، وسط حالة حزن كبيرة أصابت الوسط الفني وكل محبي الفنان الراحل. شهدت مراسم الدفن بعض المشاهد الاستثنائية، منها منع الفنان رشوان توفيق، ويعد مشهد منع حضوره من حضور مراسم الدفن من المواقف الاستثنائية، إذ فوجئ المشاركون في الجنازة بطلب الفنان خالد النبوي من إبراهيم المساعد الشخصي لتوفيق باصطحاب الأخير إلى المنزل قائلا على البيت يا إبراهيم، وجاء ذلك بسبب تخوف الفنان خالد النبوي من إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا نظرا لتقدمه في السن، وهو الأمر الذي نال استحسان البعض.